هناخد هنا مثال بقى على ازاي ان احنا نحسب لابلاس ترانسفورميشن ان تيرمز اوف التيبل والبروبرتيز اللي احنا كنا اتكلمنا عليها من شويه صغيرين. اول حاجه لو انا بصيت على الفانكشن دي هي عباره عن يو اوف تي بلس 1 ماينس يو اوف تي ماينس يو اوف تي بلس 1 ناقص يو اوف تي ماينس 1، ده عباره عن مجموعه فلو فانكشنز. اوكي، فممكن احسب الفانكشن الاولانيه زائد الفانكشن الثانيه واستعمل لينيرتي عشان اقول ان اللابلاس ترانسفورميشن بتاع المجموع بتاعهم هو عباره عن الاولاني زائد الثاني. اوكي، طب لما اجي ابص لدي واجي ابص لدي هم عباره عن يو اوف تي بس هنا ادفانسد بواحد وهنا شيفتد او ديلايد بواحد، فمعنى كده ان الترم الاولاني ده لو احنا بصينا على التايم شيفتنج بروبرتي هيبقى عباره عن اي تو ذا اس تاو وتاو هنا بتساوي واحد في اليو كابيتال اوف اس. يو كابيتال اوف اس هنا هي لو شفناها من التيبل اللي هي ده اليون ستيب فانكشن هي عباره عن واحد على اس. الثانيه طيب عندي هنا التاو بتساوي واحد، اوكي، يبقى معنى كده تبقى e to the minus s tau، اوكي، e to the minus s tau اللي هي minus s في واحد، اوكي، في u of s و u of s اللي هي بتساوي واحد، فلاقي انها في الاخر واحد على s e to the s minus e to the minus s. لو احنا فاكرين هي دي عباره عن s tau e to the minus s tau وتاو هنا بتساوي ناقص واحد وتاو هنا بتساوي واحد، اوكي، يعني لو عندي هنا مثلا دي e to the t minus 2، لو هي دي ماينس 2 بدل هي بلس 1 يبقى معنى كده الترم ده كان هيبقى ماينس 2s. اوكي، فطبعا هي بتطلع بالشكل اللي احنا شايفينه هنا ده كده. طبعا لو احنا حاولنا نحسبها بقى بالانتجريشن بتاع اللابلاس ترانسفورميشن هتبقى المجهود اللي فيها الحقيقه اصعب بكتير جدا 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 زي ما احنا شايفين هنا كده. طبعا يعني مش حاجه بسيطه برضه نقعد اعمل انتجريشن، وانا ممكن اعمل بموبايل انسبكشن كده على طول اقدر اطلع الاكسبريشن ده من غير ما يبقى فيه اي اخطاء ولا فيش اي حاجه خالص. لو بتكلم مثلا ان انا عايز احسب ال h of s لسيستم ديفايند بالامبلس ريسبونس دوت، اوكي، h of t e to the minus t u of t e to the plus twice t u of minus t. اوكي، فبيسيكلي اجيب لكل واحده من دول اللابلاس ترانسفورميشن بتاعها واجمع الاثنين مفروض يعني. اوكي، فبيسيكلي هبص على الكوزال كومبوننت بتاعتي هلاقي ان الشكل ده كده من التيبل بيجيب لي اللابلاس ترانسفورميشن ده. الجزء بقى اللي هو الانتي كوزال ناخد بالنا الجزء ده كوزال عشان بيبتدي من صفر ويبقى له قيمه عند البوزيتيف تي. الجزء ده لو احنا بصينا عليه كده لان هو انتي كوزال معناه ان هو عكس الكوزال، يعني بيبقى موجود للتي اقل من الصفر ومش موجود في التي اكبر من الصفر. اوكي، فلو بصينا عليه هنلاقي ان احنا عندنا في يعني في من برضو من التيبل بتاع لابلاس ترانسفورميشن هنلاقي ان القيمه بتاعت اللابلاس ترانسفورميشن بتاع الشكل ده كده هي عباره عن 1 ناقص اس بلس 2. الريجن اوف كونفرجنس بتاعتي هنا سيجما اكبر من ناقص 1 والريجن اوف كونفرجنس بتاعتي هنا سيجما اقل من 2. لما باجي اجمع حاجتين بالشكل ده كده وكل واحده فيهم لها ريجن اوف كونفرجنس مختلفه لازم اكومباين الريجنز اوف كونفرجنس. يعني ايه؟ يعني سيجما هنا عليها كونديشن انها تكون اكبر من ناقص 1 عشان الاولاني يبقى له لابلاس ترانسفورميشن موجود، والتانية علشان يبقى اللابلاس ترانسفورميشن بتاعها موجود لازم يبقى السيجما اقل من 2. يبقى معنى كده التوتال بتاع السيجما، السيجما بتاعتي عشان يبقى اللابلاس ترانسفورميشن بتاع المجموع ده موجود يبقى لازم تبقى اكبر من ناقص 1 واقل من 2. لو هي اكبر من 2 او هي اقل من ناقص 1 كل اللابلاس ترانسفورميشن بتاع الايه بتاع المجموع ده مش هيبقى موجود. لو فرضا انا مثلا في مساله زي كده بدل ما كان عندي كونديشنز بالشكل ده كده، لو فرضا عندي سيجما اكبر هنا مثلا فرضا طلعت سيجما اكبر من ناقص واحد وفرضا هنا بدل ما كانت دي اقل من لا طلعت اكبر من، اوكي، او بلاش اكبر من، لو تخيلت مثلا دي اكبر من ناقص واحد وفرضا هنا طلعت دي اقل من ناقص واحد برضو، يعني هنا كانت ناقص واحد برضو، فالتو كونديشنز دول ما هماش لو انا جيت هعمل لهم ميرجنج مع بعض هلاقي ان في مشكله. المشكله دي تحصل ازاي؟ ان انا لو جيت حطيتهم هنا ان السيجما المفروض تبقى اكبر من ناقص واحد وفي الوقت نفسه تبقى اقل من ناقص واحد، يبقى معنى كده في الحاله دي اللابلاس ترانسفورميشن مش هيبقى موجود اصلا. يعني لو ما قدرتش اكومباين الكونديشنز بتاعت الريجنز اوف كونفرجنس يبقى اللابلاس ترانسفورميشن ده داز نوت اكزيست. ناخد بالنا من الموضوع ده علشان ما نقعش في غلطه ان احنا نعتقد ان احنا حسبنا اللابلاس ترانسفورميشن صح هو اصلا ملوش اكزيستنس. طيب لو انا خدت ال r of t اللابلاس ترانسفورميشن بتاعها اللي احنا شفناها عندنا اللي هو كان 1 على s سكوير، اوكي، وكان عندي فانكشن تانية عبارة عن r of t plus 1 ناقص r of t زائد r of t ناقص 1، اوكي؟ طبعا لو انا بصيت على الكلام ده، اوكي؟
انا ممكن بقى اعمل نفس الكلام اللي انا كنت يعني اخد نفس الحاجه اللي هي بتاعت التيبل دي اللي انا كنت شفتها قبل كده، اللي هي عباره عن واحد على اس سكوير، اوكي، وابتدي اطبق عليها بقى ان انا عندي هنا ده هنا تايم شيفت، استعمل تايم شيفت بروبرتي. التايم شيفت بروبرتي بتقول لي ان انا هنا لو تي بلس 1 يبقى معنى كده هي عباره عن الفوريه لابلاس ترانسفورميشن بتاع الار اللي هي عباره عن واحد على اس سكوير تايمز اي تو ذا بلس اس، هنا ناقص 2 ار، يبقى معنى كده هيبقى عندي ناقص 2 على اس سكوير. ار اوف تي ماينس 1 هتبقى عباره عن اي تو ذا ماينس اس في 1 على اس سكوير، اوكي؟ فيطلع لي الشكل اللي احنا شفناه هنا ده كده. طبعا هي الميزه عندنا هنا في الجزء دوت ان الريجنز اوف كونفرجنس بتاعت الشيفت ما بتغيرش في الحاجه الاصليه، فكل واحده من دول من الثلاثه دول الريجنز اوف كونفرجنس بتاعتها هم نفس الحاجه، هي عباره عن سيجما اكبر من الصفر، فلما اجي كومباين حاجات بنفس الفانكشن يعني شيفتس من نفس الفانكشن هيطلع لي انها دايما بتكونفرج، ودايما الريجن اوف كونفرجنس بتاعتها هي نفس الحاجه بتاعت الفانكشن الاصليه بتاعتي. مثال تاني هستعمل مثلا الديفرنشيشن بروبرتي علشان اكمبيوت الترانسفورميشنز بتاعت الدلتا اوف تي اليو اوف تي والار اوف تي ستارتنج فروم ار اوف اس. لو فرضا انا جيفن الايه؟ جيفن ان اللابلاس ترانسفورميشن بتاع الرامب فانكشن هو عباره عن 1 على اس سكوير. طيب ما دلوقتي لو عايز احسب يو اوف تي هي عباره عن ديريفيتيف بتاع ايه؟ الديريفيتيف بتاع ار اوف تي، يبقى معنى كده عباره عن اس في 1 على اس سكوير من الديفرنشيشن بروبرتي بضرب في اس عشان اقدر ايه احسب الايه؟ اللابلاس ترانسفورميشن بتاع الديريفيتيف بيساوي كام؟ فتطلع بتساوي 1 على اس اللي كانت عندنا في التيبل. طب لو عايزين دلتا اوف تي، دلتا اوف تي عباره عن دي باي دي تي يو اوف تي، او هي عباره عن دي سكوير باي دي تي سكوير لار اوف تي. فمعنى كده هي تبقى اس 1 على اس او تبقى اس سكوير في 1 على اس سكوير، ففي الاخر تطلع برضو بتساوي 1. فهنا برضو ده مثال بسيط جدا، احنا هنا بنستعمل حاجات موجوده في التيبل عشان نفيريفاي ان احنا عارفين نستعمل الديفرنشيشن بروبرتي زي ما احنا المفروض نستعملها. ناخد بالنا ان في كل الفانكشنز اللي عندنا دي اف اوف 0 اللي هي الانيشال كونديشن بتاعي بيساوي 0، فعشان كده ما كانش عندنا غير بس الترم اللي هو عباره عن ان انا بضرب في اس، مفيش عندي ناقص اف اوف 0 هنا، اف اوف 0 بتساوي 0 فمعنى كده ما حطيناهاش. نفس الكلام برضو بالنسبه لهنا. مثال تاني، لو احنا عندنا انا عامل ديفينيشن لل y of t in terms of حاجه بالمنظر ده كده عباره عن integral equation، اوكي، فالintegral equation دي بتقول لي ان y of tau integration بتاعها with respect to tau من 0 ل t بيساوي 3 u of t في 2 y of t. احنا ممكن ناخد equation زي كده ونجيب لها اللابلاس ترانسفورميشن بتاعها، هيطلع لي حاجه بسيطه بالشكل ده كده. الشكل اللي عندي هنا في الايكويشن طلعت لي بعد اللابلاس ترانسفورميشن ان كل الحاجات اللي فيها انتجريشن بالمنظر ده او لو كان فيها ديريفيتيف بعد كده لو هي انتجرال ديفرنشال ايكويشن يعني هيطلع لي كل حاجات فانكشن اوف اس بالشكل ده كده. كل ما عليا اعمله عشان احسب واي اوف اس ان انا اخد الواي اوف اس في جنب كده وابتدي اعمل لها ايه؟ يعني مجرد بس اشوف قيمتها كام من كل الفانكشنز الموجوده اوف اس اللي موجوده عندي في الايكويشن، فيطلع لي هنا واي اوف اس بتاعتي تبقى عباره عن 3 على 2 في اس بلس 0.5. لو عايز احسب بقى واي اوف تي كسوليوشن بقى عايز احسب واي اوف تي نفسها، كل ما عليا اعمله ان انا اخد واي اوف اس دي واروح بعد كده احسب لها انفرس لابلاس ترانسفورميشن عشان احسب لها قيمتها بتساوي كام. طبعا دي طريقه فعاله جدا 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 في حل الديفرنشال ايكويشنز او في حل الانتجرال ايكويشنز او في حل الانتجرال ديفرنشال ايكويشنز.